فضيلة الشيخ، ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة؟ نعم، يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة. فيقال مثلا سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي سجود التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم.